عادل مبروك ولي الجسرين. سي عادل، بالنسبة لولاية الجسرين عندها خصوصيات طبيعية واجتماعية معينة، بالنسبة للوضع العام الساعة في ولاية الجسرين أمنيا والكل، كيفاش تقيموه وكيفاش تنجموا تطبقوا أولويات النقاط الإعداد للمخطط التنموية الجهوية بالنسبة للولاية على ضوء يمكن أي خصوصيات؟ أكيد اليوم في ندوة الولايات اللي تشرف عليها السيدة رئيس الحكومة والسيد وزير الداخلية والسادة الوزراء، محور معنا الندوة هو زوز نقاط الحقيقة من ضمنها المخطط التنمية 2023-2025 اللي هو يكتسي معنا أهمية كبيرة خاصة بالنسبة للمناطق الداخلية وخاصة ولاية القصرين اللي معنا المخطط التنمية انطلق، معنا كنا أول ولاية اللي معنا بدرت بعدد معنا معنا بعض الجلسات اللي صارت في إطار الأعداد المخطط هذا وفرق عمل خاصة كما قلنا المناطق الداخلية وولاية القصرين كان على رأس الاهتمامات هو تحريك المشاريع خاصة اللي تندرج في إطار فك معنا شبه العزلة اللي فيها ولاية القصرين، خاصة بالنسبة للعديد هي المشاريع اللي كانت ربما حتى مدرجة في المخططات السابقة وأصبحت معنا فيها عدد من المشاريع اللي تعتبر شبه جاهزة للتنفيذ ومعنا فيها اللي يبحث عن التمويلات وفيها ما توجد معنا التمويلات اللي خاصة بالمشاريع، وخاصة كي نحكيه على مشروع معنا المشاريع البنية التحتية للطرقات وخاصة بالنسبة للطريق اللي تربط ولاية القصرين بسيدي بوزيد وصفاقس، يعني تعرفوا أهمية الأقطاب الاقتصادية الأخرى في معاضدة جهود التنمية للمناطق الداخلية. المشروع هذا معنا تقريبا الدراسات تقدمت وأصبح معنا شبه جاهز، وإحنا كنا عقدنا معنا عديد جلسات سواء بالتنسيق مع الوزارات المداخلة ووحدات المتابعة. المشروع هذا معنا مضاعفة الطريق رقم 13 اللي هو يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لولاية القصرين. أيضا مشروع الطريق السيارة اللي كان فيه إشكالية صغيرة عقارية تم معنا تقريبا فضها مع بعض المواطنين بإقناعهم وأنه المشروع هذا الجلمة القصرين معنا عنده بعد اقتصادي واجتماعي لتنمية معنا الجهة. أيضا شبكة السكك الحديدية اللي فما اللي توا معنا فما مكتب دراسات قاعد يتقدم بالدراسات اللي هي الخط الحديدي اللي يربط ولاية القصرين بولاية سوسة، وكان معنا مكتب دراسات جاء الأسبوع اللي الماضي معنا وكنا عملنا معنا جلسة خاصة بالمشروع هذا. أكيد معنا فما مشاريع أخرى تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للجهة وخاصة منطقة التبادل الحر لدراسة تقريبا شبه جاهزة أيضا بالنسبة لوزارة معنا التجارة، فما معنا مشاريع أخرى ولكن حبينا نركز على المشاريع اللي تكتسي بعد هام بالنسبة لولاية القصرين. إن شاء الله خصصنا قطعة الأرض اللي خاصة بمنطقة التبادل الحر، ولكن كيفية معنا إنجازها بيسير معنا منطقة التبادل الحر اللي هي تربط معنا هو القرار معنا ثنائي بين الدولة التونسية والدولة الجزائرية. أكيد إن شاء الله في المخطط منطقة تلابت بوشبكة اللي هو الحقيقة ما هذا معنا بالنسبة للأهالي ولاية القصرين يعملوا على المشروع بطبيعة هذا يندرج في إطار محاربة معنا ظاهرة التهريب وإيجاد معنا حلول بديدة للتجارة الموازية. أكيد معنا القطاعات الأخرى معنا فيها عديد المشاريع كما مشروع معنا منطقة المنطقة السياحية الاستشفائية منطقة بولعابة، دراسة معنا جاهزة إن شاء الله ضمن المخطط الجديد يتم تفكير في حلول لإنجاز المشروع هذا في إطار بطبيعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص
فما مشاريع أخرى اقترحنا وأنها تكون زادة أيضا ضمن المشاريع التي تنجز في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص، وخاصة في المجال الرياضة اللي هو المركب الدولي للتربصات. تعرفوا ولاية القصرين فيها 4 مناطق عسكرية مغلقة، وهذا يشكل عائق أمام تنمية الجهة. المشاريع التنموية الأخرى أيضا تندرج في إطار محاربة ظاهرة الإرهاب وتصنيف المناطق العسكرية المغلقة هذه. إن شاء الله نلقاو الحلول بالنسبة للوضع الأمني العام. فما أكيد نجاحات أمنية كبيرة صارت في مجال مكافحة الإرهاب، وأكيد تتبعوا فيها خاصة بعد إحداث القوة الأمنية المشتركة لمكافحة الإرهاب. وأكيد مكافحة الإرهاب يلزم معاضدة المشروع هذايا مشاريع تنموية أخرى اللي كنا نحكيه عليها. إن شاء الله المخطط الجديد يجاوبنا على كل الأسئلة هذه، وخاصة كما قلت في تقدم عدد كبير من المشاريع. وكنا ركزنا خلال السنوات الأخيرة على فض بعض الإشكاليات اللي تعيق إنجاز المشاريع اللي كانت الحقيقة معطلة فيها ما هو حتى قبل 2011. وكي نحكيه لهنا على ديما نرجع ونحكيه على البنية التحتية، وخاصة الطريق الحزامية الكبرى اللي تم رصد 10 مليون دينار لفائدة المشروع هذايا. إن شاء الله شهر مارس يشهد بداية إنجاز المشروع هذايا.